السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. معاكم منوعات دود إبراهيم. هنعمل النهاردة السمك المقلي والصيادية بالرز الصيادية. وقبل ما نبدأ الفيديو بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أدي الرز الصيادية والسمك المقلي، طبعا من الأكلات البورسعيدية. هنا البورسعية طبعا بنجيب رز، نعرفين طبعا المقدار، والسمك بنجيبه وننضفه كويس ونتبله. هنجيب طاسة ونعمل فيها بصلة كبيرة بعد ما بشرناها بالمبشرة، ونحط البصلة على الزيت بعد ما يغلي عشان نعمل الصيادية. اول ما الزيت يسخن هننزل فيه البصلة الكبيرة اللي انا بشرها، ونسيبها على النار. انا بحط فيها شوية ملح، ده بيساعدها على انها تحمر بسرعة، لان احنا محتاجين ان البصلة يكون لونها كويس، لا هي غامقة قوي عشان ما تبقاش حامية ولا هي فاتحة قوي، الوسط حلو في كل حال عشان تديني اللون اللي انا عايزاه للصيادية. هنقلب واحط فيها شوية ملح بيساعد على تتبيلها بسرعة. واول ما توصل للدرجة اللي انا عايزاها بنزلها من على الطاسة. وده شكلها لما وصلت للون اللي انا عايزاه، اللي هو لا غامق قوي ولا فاتح قوي، وسط، هيديني لون الصيادية الحلو اللي ما يبقاش حامي وطعمه جميل مش محروق. طبعا بضرب البصلة دي في الكبة، وفي لو حد عايز يدقها طبعا بالهون بيدقها، بس انا بحب اعملها في الكبة، بتبقى ايه ناعمة جدا وسريعة طبعا بالنسبة لي. بحطها في الكبة بتاخد ضربتين كده بساط، ببص الاقيها واحط لها شوية مية صغيرين، ببص الاقيها اتطحنت وادتني اللون او الشكل اهو اللي انا عايزاه، لان بحبها ناعمه ما بحبهاش في اي درجه خشونه. فالكبه بتبقى سريعه بالنسبه لي، بتدي لي الدرجه اللي انا عايزاها من النعوميه. بكون مجهزه حلتين، حلة للرز وحلة للشوربة بتاعت الصيادية. وطبعا بحط في الحلتين من الصيادية اللي انا عاملاها، اللي هي البصلة اللي انا فرمتها وخلتها تديني اللون الحلو. بحط هنا حلة الرز وبحط في حلة الشوربة. ويكون السمك اصلا عملت له التتبيلة بتاعت التوم وكمون. طبعا اي سمك بيتحط له كمون وفلفل مع
بعمل الرز بالمقدار اللي انت عايزاه، كل طبعا على كل كوباية رز وتحط كوباية مية عشان يطلع الدرجة اللي انت عايزاها، ولان احنا بنحبه مفلفل. على كل كوباية رز شوفي بقى كمية الرز اللي انت عايزاها طبعا لعدد العيلة. وبعدين ادي السمك، طبعا بطلع الديول، بحب اعملها صيادية. اول ما بتغلي واللون بتاعها الصيادية اللي انا عايزاه، سواء معلقتين او ثلاثة، بقوم حاطة السمك اول ما تغلي المية، وده الرز الصيادية بعد ما تشرب واستوى. بعد كده بجهز التومة عشان اعمل السمك المقلي. ادي التتبيلة بتاعت التوم اللي انا عاملاها، بحشي بيها السمك اللي انا منضفاه كويس قبلها. وبعدين بسيبه في التتبيلة دي نص ساعة او ساعة، تبع ما تسيبيه وتبع الوقت اللي انت عاملة فيه السمك. كل ما تسيبيه في التتبيلة كل ما يديني نتيجة احلى للسمك وطعم احلى. بحشي كل واحدة بفتحها من النص، وبحشي التومة اللي انا عاملاها للسمك، بكون حاطة كمون وفلفل وبهارات سمك من اي عطار. بعد كده بجيب طاسة وبحط للسمك طبعا دقيق، كل قطعة من السمك اللي انا جزأته لان كان سمك كبير، بحط له دقيق. واكون مجهزة طاسة واحط فيها زيت، واسيب الزيت لما يسخن. مقدرش احط، ما ينفعش احط السمك الا بعد الزيت ما يسخن عشان ما يلزقش في الطاسة. ادي الزيت اهو، الطاسة اهي وفيها الزيت، واول ما سخن الزيت نزلت فيها السمك. هوزع السمك على كل طاسة، وطبعا بنقلبه بعد ما ياخد لون ويستوى من تحت، هقلبه على الجنب التاني. لحد ما يديني النتيجة اللي انا عايزاها واللون اللي انا عايزاه في السمكة. لغاية ما اخلص المقدار بحط بقية السمك. نقلبه على الجنب التاني
وده شكل السمك لما خلص. وغرفنا الرز وقدمناه بالشكل ده، ودي الشكل النهائي للرز الصيادية والسمك المقلي والشوربة الصيادية بالسمك الصيادية. وبكده نكون انتهينا من الفيديو. بتمنى الفيديو يعجبكم ويحصل على أعلى عدد من اللايكات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وإلى اللقاء في فيديو جديد من منوعات دودو إبراهيم. أتمنى لكم كل صحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين وبألف هنا.